صباحكم بلاد فلوج جديد، فلوج جامد جدا النهارده. النهارده بسمع لعبه ببجي كتير قوي، وانا اخر التجربه النهارده ان احنا اول مره ننزل لعبه ببجي مع الناس. وطبعا انا بسمع في ناس متعصبه جدا وبتلعب، واخويا الصغير كان بيلعبها ولقيت ناس بيتكلم بعصبيه اللي هو بيخسر ايه يا جدعان. فانا قررت اخر التجربه دي اشوف الجدعان دول بيزعقوا ليه، قلت اشوفهم واخش معاهم وناخد التحدي مع بعضينا. هنخش دلوقتي وهنوريك ايه اللي هيحصل جوه لو انت اول مره تلعب ببجي. شوف ايه اللي هيحصل معاك، تابعنا الفيديو دوت وهنشوف الفيديو ايه اللي هيحصل فيه. يلا يلا دلوقتي نخش معاكم في لعبه ببجي ونشوف. انا ده انا لسه عامل ايميل من شويه يا جدعان، يعني كنت بلعب بيه بس ما يعني ايه، كنت بلعبها في الوقت الفراغ. فانا في ليفل 23 فمش عارف ده حلو ولا وحش، وانا مش فاهم اي حاجه. هي في كلمه انطلق، في كلمه تجاوز، في مش عارف. هنبدا دلوقتي. انا اخويا الزبير اللي واقف معايا دوت اللي في التيم ده ابن اللعيبه ده ليفل 63 بس امير عشان بادئ 66 مش يا جدعان. انت اول ما بتخش البدايه الناس بتعرف تضربوا فيها لمده 30 ثانيه، وبعد ما الوقت يخلص يعني ده ولا بيقلل من ايميلك ولا بيزود ولا بيعمل اي حاجه. اهو براشوكت، اهو براشوكت. انت هتنزل على البيت اللي يحصل بقى اسمها ايه؟ تهلمه؟ تلود تلود تلود. معايا سكوب مش عارف ايه؟ تلمش سكوب خير وكل حاجة من اللعيب. هنزل نلود تحت قبل ما هو يخش. هحس معاهم في 30 متر. مش عارف هو خد ليه بس ماشي. يعني نبدا بقى كده ايه، مش شايف حد لحد دلوقتي، مش شايف سلاح، مش شايف اي حاجه. انا كل اللي انا شايفه لحد دلوقتي مسدس. ايه بقى ليه سلاح؟ ونبدا العركه. مش عارف هو ايه ده يا جدعان، انا بعمل ايه؟ لقيت سلاح تاني اي كي ام اي كي ام. اديني في الاي كي ام، اديني في الاي كي ام. I need a weapon. مبشرة والله العظيم، هي لعبة حلوة. هما مستصعبينها ليه بس؟ اوعى اخويا بيلعب بس مش جاي سهل لحد دلوقتي. احسن في حد بيضرب بعض هنا يا جدعان، لازم نلحقه.
الولد ده كان نازل من على الجبل يهلي بالبيت، قمت انا اديله على دماغه، اديته على دماغه. عبد لله السلطان، السلطان مين اللي بيضرب بقى؟ مين اللي بيضرب بقى؟ احنا كده ايه هنعمل معانا غلط؟ مين اللي بيضرب؟ بتنزل حاجة اسمها دب، واحد نازل هون على الجبل اهو، دي الدب نازل اهو. ايه الدب دي؟ ايه؟ ايه الدب دي؟ الدب نازل اهو. دروب ده دروب. انت ايه ما نسمعك ليه؟ افتح الدهش نسمع انت تتكلم. يا يوسف يا مية يا مية عايز الحق دروب الحق ولا لا؟ دروب ولا لسه؟ يلا ماشي مش هدرب. تمام يا يوسف؟ لا سامعك اخوي. هل تسمعني؟ ما تكرفش عرفنا ان انت بتطير على الحيطان تمشي ده عالدغري اللي يعني اليوم يا اخويا ايه؟ سرحها لك بعربيه فينهم؟ موت الحان يا دمير، تعال لي انت شايفني؟ لا قلت لك انت رايح وعمال تغني. تعال بس والنبي اتند اتند ابن المهبوله، هشوف اخويا، اتفرج على اخويا بيلعب. لا تحت ولا انت بتضرب فين؟ علوبي لوبي اوعى اخويا اضرب اخويا. اوعى اخويا، بص اخويا جامد جدا. اوعى اخويا بيهلب، اخويا بيهلب الدنيا. الحق حد بيروح عليك اهو. ايه تاني جنبه اهو؟ اوعى اخويا جامد. احنا هنلعب امتى زي كده يا جدعان؟ يا ابن العيوة انا هفضل شغال كده مشاهد بس. انا قتلت اتنين لعبد الله يعني. اخويا مات بلعيا مكمبر. اخويا مات. بصوا يا جدعان احنا كده لعبنا يعني ايه، جربنا الاول لعبه ببجي، حبيت اشوف فيها ايه اللي بيحصل فيها، ايه اللي كده وكده تمام. دي كانت اول حلقه لينا في اول لعبه ببجي. هنشوف الحلقه الجايه ان شاء الله. هنبدا نلعب اكتر وهبدا العب على نفسي اكتر، ونشوف المره الجايه هنبقى عاملين ازاي. وهقول لكم انا في خلال يوم يعني من امبارح من النهارده لبكره هبقى عامل ازاي في لعبه ببجي. هبدا معاكم خطه جديده ولعبه جديده، ونشوف الفيديو الجاي. طبعا انا اول مره العبها فعشان كده مت المرتين اللي نزلت فيهم، بس جبت 2 كيل. عرفت ازاي بيقتل، عرفت ازاي بيجيب سلاح، عرفت ازاي بيدوت في البيت وكده. انا مش عارف يعني ايه الكلام اللي هم بيقولوه، بس عايز اعمل نفس الشبح مش عارف. دلوقتي احنا خلصنا الجيم الاول والجيم الثاني والاثنين مت فيهم. هلعب النهارده كتير لحد بالليل، وبكره الصبح هصور لكم فلوج جديد ثاني
بس يكون تاني مره ليا في لعبه ببجي ويكون انا فهمت اللعبه عامله ازاي وايه اللي بيحصل فيها. فرحان جدا كنت معاكم، واستنونا الفيديو الجاي. الفيديو الجاي بقى اقوى 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 اقوى. متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو دوت عشان تشوفوا الفيديو بتاع بكره ايه اللي هيحصل فيه. والسلام عليكم.